صباح الخير. صباح الخير استاذ. العفو، بس عندي هذه المعاملة دزوني عليك حتى تدققها. معاملتك كاملة لو بيها نقص؟ اي طبعا كاملة. جيبها واستريح. تجي ست ابتسامة صيح اسمك. ايه استاذ العفو، بس انا دا احكي وياك، يعني ممكن ترفع راسك؟ تريح من نصيح لك، تعال ترى دا احكي وياك ما دارمي عليك، ارفع راسك يا اخي. تستريح خويا، استريح استريح. شكرا للطفك. العفو، بس ممكن اقعد هنا؟ حضرتك ايدك يعني هذا مقعد وانا هم مراجع مثلكم، يعني هم لازم انتظر وانتم تنتظرون، فايدك يعني ما انت بيك شيء؟ شبيك تطلبني فلوس؟ ضايج من عندي، كاتلك من شنو جهال؟ شنو ايدك لعد؟ ليش حاجز مكان؟ صاحبك راح يجيب فاتحة وحاجز لو كان حتى تتعشون. اضحك دوخل ايدك. ها ايدك واخرى حبيبي، بس برا خستك يعني. انت من الشركة هيك يعني؟ لو جابوك ويا الكرسي. شاي 500، شاي 500، شاي. تعال صب لي شاي. بس العفو بلا زحمة، ممكن كلاس شاي؟ 500. اي حبيبي راح انطيك. الزم. انت اللي اخذ زم. طيني. 500. ترى ما راح نهزم والله. شكرا. 500. طيتك والله. ليش محسسني اذا اشرب مندمك اذا اشرب شاي؟ شاي 500. اوقف، شنو الشاي مالتك؟ مر. عد ليش دائما الدوار العراقية الشاي مالتها كله مر؟ ادري الشاي تخدروه تعذبوه، هاك ما اريد. ابو السونات البيضة وين؟ من ابو السونات البيضة؟ انت مو بالصانات البيضاء؟ انت مو بالصانات البيضاء؟ ما تحكي، اذا انت بالصانات البيضاء ليش ما تحكي؟ ما تحكي. بس لحظه اخي، هو كاتل ابوك لو عندك ثار وياه؟ لا. لعد شبيه شاخذ سيارتك؟ لا. لعد شبيه مهرب سلاح طلبه فلوس؟ لا. لعد شبيه السويتش مالته يمي. طب الجراج؟ ايه. لقفتك. لك انتوا هالجراجات لعبتوا نفسنا 24 ساعه متنقين على العالم. ارجع ارجع. ارجع 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 ارجع. انت ابوي ولازم عليه لازم، وراح تقتلني. وبعدين ليش من نطب للجراج تشخص السياره من فوق لي جوا هيك قرفان ومش معز و... بس ويش ما سياره وزن ايش بايق سياراني؟ بايق سياره مخرجك بايق السياره لو اعتقلني. تعال بعد فد مره اعتقلني، ومن ترجعني مرت اللخه لظل ترزلني. ارجع 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 منها يا معود، منها منها. اول مكان حج لما تطبي يا اخي انقرضوا. يعني مو بالصونات البيضة؟ لا. من مال الله، من مال الله، من مال الله، من مال الله، من مال الله. اي حبيبي شبيك للصيح عليه؟ هاك حبيبي هاك، الله يرزقك ان شاء الله. ربوة تدري الطماطة بيش؟ هاك هذا ربع ثاني. 500. تدري البوتيتا بيش؟ ايه هاي 500 شنطك بعد. شو انت ما عاجبك؟ شنو انا جاي اجد منك؟ لا يمكن انت تحضر ماجستير، انت حضرتك هاي امكانيتي حبيبي، شو اسوي لك؟ تدري الخيار ببيش؟ لا والله. تدري اللبن ببيش؟ انا اللي اعرفها سد السوجاجيك. يعني ما وراك شيء؟ حبيبي هاي امكانيتي، يعني شو اسوي لك؟ مال الله. استاذ محبوب، المعاملات يمك؟ انت ابتسام وهو محبوب؟ إلك بها إرادة ربي. شنو؟ قدامك طريق مفتوح. راح أصيح الأسماء. اللي يسمع اسمه يجي يمس ابتسام. أحمد سعيد ويني؟ تعال شعدك. روح للصادرة. زينة حسن. تعال انت شعدك. روح للواردة. طيبة سلمان. أنت طيبة؟ تجيبي صحة الصدور. سالم محمد.
يمكن ديس حوك هاي. قوم سالم قوم. لحظة قبل لا تصيح اسمي، خلنا ناشد عليكم. انتوا ليش متنقين ابوك العراقي؟ وليش من تصيحون اسم المراجع تحسسه بقرفيتش كنا حبايه مال ليمون طلعت لك بالزلاطة؟ انت حزن كشكول. ليش يصحن علينا هيك؟ العراق وين ما يروح متنقين بوجهه حيل. اطلب الاستعلامات مال اي دارة يقول لك وين رايح؟ وين رايح؟ والله امي دزتني عليك تجيب قرصتي خبز. غير طب الدارة عند معاملة. لو الموظف توقف تحكي وياه ما يشوفك. ما يشوفك اساس شبحاني؟ شبح قرصني بالله خفج. اخ على كيفك. والله العظيم انا مو شبح. لو تطب للمطعم ابو المطعم متنق عليك حيل. واذا تطلب شي سكه احتمال يدتشك. ترى ما دا اكل من ورث ابوك، دا اكل غدايا اولي. تروح العرس يطبون قرايبك مش هنجين للقاعه هيك. هيك راح يطقون. شبيكم؟ ترى جاي نفرح. حتى من يرقص متنق. ادري شنو وزع لكم عشاء. دهن مال فيكس لو مال اعصاب. ترجع للبيت تريد ترتاح تلقى مرتك متنقه بوجهك. تقول ايش بيك؟ ما بيجي. ايش بيك؟ ما بيجي. ادري وين نروح بعد؟ تهم متنق صدق؟ لا عاد انعديت من عندكم. ويبقى السؤال، العراقي ليش متنق؟